طيب خليني اروح ارجع مع حضرتك لقمه القاهره للسلام. قمه القاهره للسلام الحقيقه برغم تاكيد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل حديث ليه على اهميه القضيه الفلسطينيه وانها القضيه المركزيه والمحوريه، الا ان هذه القمه مره اخرى عاد مره اخرى رئيس عبد الفتاح السيسي ووضع العالم امام نفسه مره اخرى، واكد مره اخرى على ضروره وقف اطلاق النار وضروره حل الدولتين وضروره ادخال المساعدات الاغاثيه. البعض كان بيتحدث انه ايه هي اليات الضغط اللي ممكن تكون عند الدوله المصريه للعمل على حل هذه القضيه. لا، مصر لديها بالفعل اوراق ضغط دبلوماسيه قويه وكبيره جدا. اسمحي لي، انا كنت في احدى القنوات الدوليه والتي تستهدف الدوله المصريه دائما وابدا بتقاريرها وسالني المذيع بشكل واضح، هي البي بي سي يعني بمنتهى الوضوح، لان هي من ضمن الادوات اللي بتستخدم ادواتها للعمل على تقويض الجهود المصريه في ايجاد حل دائم وشامل، ودائما هي يعني موجهه وبمنتهى الوضوح. كان بيسالني بيقول لي اسباب فشل قمه القاهره، قلت له قمه القاهره للسلام لم تفشل ولكنها حققت كل أهدافها المرجوة. إذا كان الفشل فهنا الفشل على مجلس الأمن اللي جزء منه بريطانيا، اللي جزء منه أمريكا، اللي جزء منه هذه الدول، لأن هذه الدول هي من تستطيع وقف إطلاق النار، هي التي تستطيع أن تتحرك في اتجاه رفع المعاناة عن شعب غزة. ولكن هذه القمة حققت أهدافها، هي أعادت إحياء مسار السلام، أكدت على ثوابت مصر في القضية الفلسطينية، أكدت أيضا بشكل واضح وحاسم على أن مصر لن تسمح لا بتهجير ولا بتوطين، وبأن هناك رؤية استراتيجية للدولة المصرية لابد أن تتحقق. وإذا كان إذا كنت أنت بتلوم على الدولة المصرية في جهودها الكبيرة اللي بتبذلها، فأولى أن تلوم على الدول التي تستطيع فعليا أن تقف يعني أن توقف وقف إطلاق النار. ولكن هذه القمة إحنا ما قلناش إن دي جلسة لمجلس الأمن، هي ليست جلسة لمجلس الأمن، صحيح. ولكن هي قمة سلام تسعى من خلاله الدولة المصرية إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، أمام تحدياته، لأن هذه النقاط وأمام تقاعسه أيضا عن الوقوف مع هذه القضية. يعني احنا بنشوف المجتمع الغربي بيتعامل مع القضيه الفلسطينيه بعين الاعور. يعني هو لا يرى الا حق اسرائيل في الدفاع عن النفس، واختزل هذه القضيه في يوم 7 اكتوبر. طب وما قبل 7 اكتوبر ومنذ ان اتت حكومه نتنياهو وقبل حكومه نتنياهو؟ من اتخذ قرار باستقطاع اموال السلطه الفلسطينيه؟ من قام بضم مناطق المحكمة العليا الإسرائيلية بضم 8 مناطق من أصل 12 منطقة في مسافر يطا؟ من قام باقتحامات متتالية للمسجد الأقصى وبن غفير الوزير المتطرف اللي بيسعى بكل قوة إلى تغيير الزمان والمكان؟ من قام بحرق المنازل، حرق مدينة بأكملها ومدينة حوارة؟ من قام بتسليح المستوطنين للقفز ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية؟ كلها إجراءات لا ينظر إليها المجتمع الدولي، ولكن عندما يقوم صاحب الحق اللي هو صاحب الأرض بتنفيذ بعض العمليات نرى أن في الاتجاه الآخر لا يتم النظر إلا بوجهة نظرهم، أنا عايز أحصل على حقي. والحق هنا إحنا لا نبرر العنف، لأن العنف دائما وأبدا هيولد عنف مضاد، ولكن المقاومة حق في القانون الدولي بالضبط. لكن أنت خلينا نبحث عن حل سياسي. إيه هو الحل السياسي؟ تنفيذ مبدأ حل الدولتين لكي يتم فك هذا الاشتباك اللي في ظني وتقديري يا استاذ محمد يا استاذ جمانة سيؤدي بما لا يدع مجال للشك ليس الى حرب اقليميه فقط، ولكن من الممكن جدا ان تكون هناك حرب دوليه، لان في اختلاف كبير جدا في المشهد عن اوكرانيا. اوكرانيا الحرب ما بين روسيا واوكرانيا داخل الاراضي الاوكرانيه او بعض من الاراضي الروسيه بهجوم مضاد، ولكن الان احنا نتحدث عن اطراف اقليميه، نتحدث عن تدخل ايران، نتحدث عن تدخل حزب الله، نتدخل عن تدخل سوريا، نتحدث عن الحوثيين في اليمن، كلها مشهد معقد ومرتبك، بالاضافه الى ان اسرائيل الدوله المصريه نجحت في كشف مخططها الخطير جدا وهو محاوله تهجير سكان قطاع غزه لسيناء، والاردن اكتشفت ان هم ايضا بيريدوا تهجير الضفه الغربيه للاردن، وبالتالي اصبح الموقف معقد ومتشابك، وبالتالي لابد ان يتم لجم دوله الاحتلال الاسرائيلي من قبل الولايات المتحده الامريكيه لا قادره على تنفيذ هذا الدور.